Ассаляму алейкум. В этом видео мы послушаем небольшой текст, будем напрягать свой мозг и постараемся воспринимать слова и предложения на слух. Обязательно перед просмотром этого видео почитайте описание внизу, чтобы получить больше эффективности от урока. Наш текст называется «Ар-рабия фаслюль джамали валь хая». «Рахаля шитау би бардихи л-карис». وجاء الربيع بجماله وأناقته في الربيع يعتدل الجو فيتخفف الناس من معاطف الشتاء الثقيلة وتشرق الشمس دافئة جميلة فيسعد بها الناس وتهب أنسام الهواء فتطيب بها النفوس وتنشرح الصدور وفي الربيع تكتسي الأرض زينتها وتتفتح الأزهار الجميلة فتعطر الجو برائحتها الذكية وتسر المخلوقات بجمال الطبيعة فتزقزق العصافير وتشدو البلابل وتغرد الأطيار فرحا ويهدل الحمام وتتطاير الفراشات هنا وهناك ناشرة ألوانها الجميلة في كل مكان ويسرع النحل إلى الأزهار ويخرج الناس إلى الحدائق المزهرة والمروج الخضراء للاستمتاع بجمال الطبيعة فكأن الحياة قد عادت إلى الأرض بعد أن كانت ميتة وما هذا إلا من فضل الله فلنحمده ونشكره وإذا كان الربيع جميلا فما أجمل أن يكون الإنسان في نفسه جميلا كالربيع. Вот и весь текст. Если постараться, у вас все получится. لا تنسوا الضغط على زر اشتراك وزر اعجبني ونشر الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة.